السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. مساك الله بالخير يا حمد. يا مرحبا يا سلطان، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقتنا اليوم. مواضيع متنوعة وضيوف مميزين، إلى جانب سلسلة من التقارير التي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات في الدولة وأبرز ما في حلقة الليلة. أكثر من 800,000 راكب استخدموا مترو الدوحة وترام الوسيل يوم 18 ديسمبر. المطارات القطرية تسجل أكثر من 26,000 حركة جوية منذ بدء انطلاق كأس العالم. نعم يا حمد، وفي البداية أعلنت شركة سكك الحديد القطرية الريل أن العدد الإجمالي لمستخدمي مترو الدوحة وترام لوسيل خلال يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 بلغ أكثر من 800,000 راكب، وأكثر محطات زحمة كانت محطتي لوسيل ومشيرب. تفاصيل أوفى، خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير. بجودة وتميز كانت خدمات النقل العام إحدى أوجه النجاح الكثيرة لمونديال قطر، وقد مثلت خدمات المترو وترام وجها مشرقا لهذا النجاح رغم الإقبال القياسي الذي شهدته هذه الخدمات خلال البطولة. فقد أعلنت شركة سكك الحديد القطرية الريل أن العدد الإجمالي لمستخدمي مترو الدوحة وترام لوسيل خلال يوم الأحد 18 من ديسمبر 2022 بلغ 810,422 راكبا. وأوضحت الريل عبر حسابها الرسمي في تويتر أن عدد مستخدمي مترو الدوحة بلغ 777,393 راكبا، فيما بلغ ركاب ترام لوسيل 33,029 راكبا. وأشارت إلى أن أكثر المحطات التي شهدت إقبالا في يوم المباراة النهائية للمونديال هي محطات لوسيل Q&B ومشيرب ومركز المعارض. وكانت شركة سكك الحديد القطرية الريل قد أعلنت عن ساعات العمل الجديدة لخدمة مترو الدوحة وترام لوسيل، ونشر الحساب الرسمي لمترو الدوحة وترام لوسيل جدولا يتضمن ساعات العمل طوال أيام الأسبوع، حيث ستغلق أبواب المحطات في الساعة 11:59 مساء من السبت إلى الأربعاء، وفي الساعة 1 فجرا خلال أيام الخميس والجمعة. من جهتها أعلنت وزارة المواصلات أن حركة الطيران في كل من مطاري حمد الدولي والدوحة سجلت أكثر من 26,000 حركة جوية منذ بدء انطلاق كأس العالم. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. للنجاح في تنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022 أوجه كثيرة، ومن أهمها النجاح في تسيير حركة مئات الآلاف من المشجعين الذين زاروا قطر خلال البطولة عبر المنافذ الجوية، حيث أعلنت وزارة المواصلات أن حركة الطائرات في كل من مطاري حمد والدوحة الدوليين سجلت 26,425 حركة جوية منذ بدء انطلاق كأس العالم فيفا قطر 2022، لتشهد بذلك الأجواء القطرية ارتفاعا ملحوظا في الحركة الجوية والعمليات التشغيلية. وتمكن قطاع الطيران في دولة قطر من تحقيق قفزات نوعية ونسب عالية في مجالات السلامة وأمن الطيران، حيث حققت دولة قطر قفزة نوعية في تدقيق المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو لمعايير السلامة الجوية بحصولها على نسبة 91.16%، كما تم تحقيق نسبة 100% في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المعني بالتسهيلات، ونسبة 94.5% في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني، فيما حققت نسبة 96.7%
فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران. وهكذا أثبتت دولة قطر أن التميز والنجاح في الخدمات خلال البطولة لم يأتي من فراغ أو وليد صدفة، بل كان نتيجة تراكم سنوات من العمل الجاد والإنجازات المشهودة. نعم مشاهدينا الكرام، مع نهاية كل سنة وبداية أخرى يقوم البعض بجملة من العبادات رغبة في الخير والأجر والبركة، فهل هناك عبادات خاصة ببداية أو نهاية السنة؟ وما حكم تخصيص المواسم والأيام بعبادات بعينها يا حمد؟ نعم، للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها ينضم إلينا الداعية الدكتور عبد الله بن إبراهيم السادة. يا مرحبا ومسهلا بك يا دكتور معنا، وحياك الله معنا في شاشة قناة الريان بالتحديد في برنامج تراحيب. ومبارك لك أول شيء نجاح دولة قطر في تنظيم هذا العرس الكروي لمكاسبه اللهم لك الحمد كثيرة، من ضمنها نشر الإسلام والعبادات والمحافظة على القيم القطرية. كذلك بعد مبارك لك اللي هو اليوم الوطني لدولة قطر 18 ديسمبر. دكتور، احنا طبعا الحين في نهاية سنة ميلادية، ففيه بعض الناس مثل ما ذكرنا في المقدمة عندهم خلينا نقول عادات أو طقوس معينة أو اعتقادات، اللي هي مثلا قد يكون خلينا نقول بشكل عام بيتصدق على نهاية السنة، بيدعي يا رب تكون هذه نهاية سنة خير أو راحت بشرها، والله يرزقني في السنة القادمة خيرها، يعني أشياء غريبة يعني ما كانت موجودة. فنبغي توضح لنا والمشاهدين الكرام عن هذه العادات أو هذه العبادات اللي الناس دخلتها حاليا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكركم على هذه الاستضافة، قناتك طال عمرك، الله يسلمك ويحفظك ويبارك فيك، والله يبارك إن شاء الله في الجهود اللهم وفي الأوقات وفي الأعمال. بخصوص البدء المتوافقة أو المخصصة لأول العام أو آخر العام، والمقصود بها آخر العام الهجري، هناك بدع انتشرت في آخر العام الهجري وأول العام الهجري. منها هي كثيرة، يعني اللي يحضرني منها مثلا اختم هذا العام بصيام يوم، اختم هذا العام باستغفار، بصدقة، بصدقة، بعمل طيب. بعضهم يقول اختم بس بروح اسوي عمره نهايه السنه. نعم ايوه، هذه من البدع. نعم، الله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالدين والاسلام كامل ولله الحمد، يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها، جئتكم بها نقيه صافيه بيضاء. فالدين كامل والدين صافي وواضح للناس. نعم. فتأتي أنت تبتدع أو تأتي توافق الناس أو تقلد الناس في هذه الأمور، هذا لا يجوز، لأن هذا معناه أنت تعدل على الشرع، تعدل على الشارع، تعدل على الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول لا المفروض آخر السنة نعمل كذا المفروض، فهذا يعتبر تعديل، فهذا لا يجوز، حرام. فتخصيص أمر عباده بوقت معين لم يخصصه الله عز وجل أو الرسول، هذا لا يجوز، حرام، يعتبر بدعة. نعم. أنت كيف عرفت أن هذا الوقت فضيل؟ كيف عرفت؟ الله عز وجل خلق من الأزمنة واختار من الأزمنة، اختار رمضان، صحيح، رمضان فضيل، اختار الجمعة، عرف، اختار عرفة، يوم عرفة، اختار العشر الأوائل، الأيام اختار البيض، الأيام البيض. نعم. نعم، فنحن لا نعلم فضل هذه إلا من الوحي من الله سبحانه وتعالى أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلما أنا آتي أقول لا أنت آخر العام تصوم، أو آخر العام بعضهم يقول لك آخر العام تسامح، سامح الآن في آخر العام، طبعا المقصود بأن العام الهجري، لكن الآن انتقل الناس دخلوها الميلادي، انتقل إلى ميلادي، وهذه بدعة أخرى. نعم، أن أنت تنتقل من الهجرة إلى الميلاد. الأصل أنك أنت تتوب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. ما في يوم محدد، لا أول السنة ولا آخر السنة. يقول الإمام النووي والتوبة
واجبة من كل ذنب. فأنا إذا أذنبت ما أنتظر لآخر السنة أتوب. ما تضمن عمرك. ما تضمن عمرك. نعم. فالأصل أن الشخص يتوب إذا عمل المعصية. هذا الأصل. فأني آخر التوبة. وبعدين يقول لك أنا أريد أن أحاسب نفسي آخر العام. محاسبة أشوف السنة سويت ما سويت عشان السنة الجاية وهكذا. لا. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ها ماذا قدمت لك ما قدمت لغد. فأنت المفروض تحاسب نفسك دائما تشوف ماذا فعل. أنا مقصر في الصلاة مقصر في الصيام مقصر. هو بتنتظر إلى آخر العام. فهذا تعديل. بعض يقول لك والله أنا ما سويت شيء. أنا صمت. الصيام عبادة. صحيح الصيام عبادة. لكن أنك تحدد هذا الأمر هذه بدعة. يعني أعطيك مثال. الآن كيف تعرف أن هذه عبادة صحيحة وهي غير صحيحة؟ الشارع شرع لك هذه العبادة. الآن الكعبة حجر نطوف حواليه. الحجر الأسود حجر. نعم. نقبل هذا الحجر. نعم. الجمرات حجر نربيه بحجر. نعم. هذا حجر ترمي وهذا الحجر تقبله وهذا الحجر تطوف عليه. طيب تف حواليه. طيب شو اللي فضل هذا الحجر عن هذا الحجر عن هذا الحجر؟ الله. فلذلك الأصل أنك بعض يقول لك لا أنا والله عقلي يقول أن هذه عبادة طيبة فأنا استحسنتها عقلا هذه العبادة فأريد أن أعبد الله. لا. طيب إذا قلنا إذا استحسان العبادة بالعقل عقل من؟ عقلك ولا عقلي؟ فهذا يختلف. فلذلك على الإنسان الصادق المسلم الصادق أن يتحرى. لأن صلى الله عليه وسلم قال جئتكم بها نقية صافية. فمن ابتدع في هذا الدين أو جاء بأي بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه. فأنا أي مثلا أقول يعني تحديد المقصود تحديد. لكن مثلا خلنا نفترض أنا بصوم أي يوم. لك حق تصوم أي يوم. نعم. لكن تقول لا هذا اليوم أنا ما أصوم لأن له فضل. نعم. كلام هذا لا. أو اعتقاد. أو تعتقد بهذا اليوم. إن هذا اليوم بيمحو ذنوبي كاملة حقت السنة هذه. نعم. وببدأ مثلا بسنة جديدة. نعم. بصيام جديد على الأقل. نعم. وهذا اللي إحنا نختلف فيه. ويظنون أن الأعمال بالخواتيم أي آخر السنة. كلام هذا ما في عليه دليل. الخواتيم أي آخر العمر. آخر هذا العمر. المقصود. نعم. وبالخواتيم أي آخر العمر. نفترض الآن صيام محرم. نعم. شهر الله المعظم أو شهر الله المحرم. هل صيامه مستحب ولا غير مستحب؟ صيامه مستحب. نعم. أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. طيب لو واحد جاء وقال أنا بصوم 1/1 هجري علشان أبدأ السنة بعبادة وبصيام. نعم. هذا مبتدع يأثم لأنه صامها مو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام محرم. صامه بما يعتقده هو. أيوة نعم. فلذلك الأصل أنك تعبد العبادة. الآن من شروط قبول العبادة أن تكون خالصة لله. لله. يعني نعم. ما فيه رياء ما فيه سمعة. وأن تكون كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا تحقق شرط أول ولم يتحقق شرط الثاني فهي باطلة. يعني الآن لو واحد قال له أنا والله بصلي الظهر 5 صلاة ولا بصلاة؟ صلاة. ما حد صلى 5 لكن صلى 5 من وين لك 5؟ قال والله أنا استحسنت وبزيدها. أو مثلا الآن نفترض بيروح بيرمي الجمرات الحين ما مو وقتها. وقتها في الحج بس. نعم وقتها في الحج. فالعبادة لو استحسانك للعبادة لا يجعلها عبادة. بالعكس فهي أمر مضاهي في الشرع. فلذلك على الإنسان أن يقتدي وينحصر. يعني من مقولة السلف ما لم يكن دينا في وقت الرسول والصحابة والتابعين لن يكن دينا الآن. نعم. فأنت يعني تفعل هذه. بعض الناس في عندهم أصلا فيه التقليد. نعم. والمحاكاة. الإنسان بطبيعته الآن المجتمع مثلا
أول محرم، خلينا نقول أول محرم يصومون، المجتمع كله يصوم، فأنا شو أسوي؟ أقلد، أحاكي الناس. الأصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا كان عند اختفاء السنن، عند اختفاء السنن من أحيا سنة له أجر عظيم جدا، لأنه يقولون كل ظهور بدعة تختفي سنة أو تموت سنة. فالإنسان المسلم الصادق يتحرى هذه السنن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، ما من خير إلا ودلنا عليه. كل شيء على الصحابي يقول علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى قضاء الحاجة. يعني اللي بيعلمك قضاء الحاجة عزكم الله هو بمعلمك متى تصوم، متى تستغفر، متى الآن يقول لك والله سامح الناس آخر السنة، زين أخلي زعلان عليه ولا حاجي ولا ليه لأن آخر السنة. وهذا اللي بسألك عنه بعد يا دكتور طلع، لأن اللي هو بعض الناس مثلا يكون زعلان، متى يرضى على الشخص اللي زعلان منه؟ آخر السنة. وفي بعضهم الله يسلمك يرسل رسالة واتساب أو مثلا تويتر، يا جماعة حللوني وبيحوني. أيوة. أنا الله يحلكم ويبيحكم كلكم، اللي زعلني الله يبيح منه ويحلله، أنتوا بعد بيحوا مني. طيب وينك قبل آخر السنة ولا بداية السنة؟ صحيح. هاي بعد أحد البدع دكتور، نبغي توضح للمشاهدين هذه يعني الأمور. المشكلة يعني المشكلة أن الناس يعني يأخذ بعضهم من بعض هذه الأمور ولا يسألون. المشكلة ما يسألون. الآن في طامة أكبر اللي هي قضية شجرة الكريسماس. نعم. يعني الآن طبعا هو أصلا الاحتفال بالسنة الجديدة هذا أصلا ما كان موجود. نعم. يعني عند المسلمين ما موجود، لكن لأن كانوا أو خلينا نقول النصارى يحتفلون بأنه يعني جاءت سنة جديدة وذهبت السنة كذا وفي سنة جديدة، جاء أهل الإسلام يقلدونهم. نعم هاي المشكلة. إيه يقلدونهم في السنة الهجرية. نعم. كانوا يقلدون في السنة الهجرية. نعم. أنتوا عندكم سنة ميلادية، إحنا بعد في السنة الهجرية، إذا جاء السنة الهجرية الجديدة نحتفل ويحتفلون حتى بالهجرة ويذكرون هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ما هاجر في واحد واحد. أيه. هاجر في ربيع الأول بالضبط الهجرة. لا والمشكلة يحددون يوم معين، ايش عرفكم باليوم هذا مثلا؟ إذا يعني بعضهم يذكر مثلا يخصص يوم إجازة، إجازة مولد النبي، إجازة ما أدري إيش، يعني ايش عرفكم بالتاريخ هذا مثلا؟ معروف أنه مثلا في مثلا ذي الحجة أو ذي القعدة مثلا، بس مش معروف اليوم في بعض المناسبات. صحيح. أي. صحيح. هو الأصل الاحتفال مثل ما قلت لك تقليدا للغرب وتقليدا للنصارى. يسأل بعضهم يقول أنا والله أجيب شجرة الكريسماس وأحطها في الصالة. وهو مسلم. هو مسلم. نعم. يقول مو احتفال، ما احتفل، ما نسوي حفل. أي. ولا نسوي شيء، بس نونس العيال منظر. هذا ما يجوز. صح ما يجوز. نعم. ليش؟ لأن هذا تقليد، وهي أصلا هذه الشجرة علامة من علامات الدين عندهم. نعم. وهي شعيرة أو خلينا نقول يعني رمز من رموز الدين النصراني. الآن هي صارت رمز، فأنت لما تحط هذه الشجرة تضع هذا الرمز، رمز ديني، رمز ديني. فلذلك لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخالفهم، نخالف النصارى واليهود. فلذلك انت تجيب هالشجره ولو لم تحتفل بها، فقط شكلها الشجره هذه ترمز لعيد عند النصارى. فلذلك لا يجوز شرعا انك تقلد هؤلاء. ومن اراد ان يحاسب نفسه يحاسب نفسه في كل وقت، ومن اراد ان يتوب يتوب في كل وقت. ومن اراد ان يسامح الناس يسامح في كل وقت. ومن اراد العباده الخيره الطيبه المباركه لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صوم الاثنين والخميس، اذا هذه الايام مباركه. صوم مثلا محرم، صوم عاشوراء، صوم عرفه، من صام سته من شوال، هذه الايام نعلم انها مباركه. لماذا؟ صلى الله عليه وسلم قال هذه ايام مباركه، ايام فاضله، الاجر فيها عظيم جدا، فهي موسم من مواسم الله. نعم شيخ، هو غير الصيام بعد يقدر الانسان يتصدق، يقدر يعني يصل رحمه، يقدر يستغفر، يقدر حتى يعني عندك صلاة الضحى، عندك أشياء واجد، عبادات كثيرة في اليوم. نعم.
وانت تنتظر اخر السنه. هو ينتظر اخر السنه اخر السنه بيخصص يوم كامل مثلا بيصلي وبيصوم بيستغفر وبيسوي كل شيء اخر السنه وبيتوب وبيسامح الناس. لا اللي يصير وشو ان بعضهم يرتاح بعد هذه العبادات حتى لو كانت اخر سنه تلاقيه يرتاح نفسيا. أيوة. انت ليش ما تستعبد او تعبد ربك طول اليوم عشان تحس بالراحه على طول؟ هذا هو. المشكله ان الانسان في عنده حاجه نفسيه والشعور ان طلعت سنه ودخلت سنه يريد شيء ملموس فيعمل امور ملموسه. يا سوي له حفله الان يسوون حفله حقهم يسوي صح اي سواء هجري كانت او ميلاديه اول واحد واحد ميلادي او هجري يسوي حفله فيريد ان يشعر بان سنه راحت انا راحت سنه من عمري لازم بخير وطيب بسوي حفله. اي هذه المشكله صح. فقضيه الانسان لانه عنده حاجه قضيه لازم تكون الامور ملموسه وهذا لم تكن اصلا وما كنا يعني ما كانت موجوده لا عند الصحابه ولازم الرسول ولا الصحابه ولا التابعين. الاصل الانسان يعبد الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين ويتحرى الامور الشرعيه. تفضل. في نقطه دكتور بعد لازم نوضحها بعد المشاهدين وهم ان شاء الله يشوفون ان شاء الله انهم يعني متعظين من هالامور لكن ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. بعضهم عندك شغله معينه اللي يجيب شجره الكريسماس في البيت عنده يقول لا بس هالشكل في حتى اللي يسوون هدية. يقول لك بس خلينا نفرحهم ونعطيهم هدايا لا حتى لو بس انت قاعد تغلد مو على تقليد. انت اذا جبتها بتجيب غيرها صح اذا جبت بتجيب غيرها الاستنكار الشيء هذا اهم. فبعضهم مثل ما قلت الدكتور يقول بيسوي بسوي حفله بس حفله عشان السنه الجديده ولا مش عبادات ولا اني اتشبه ولا شيء بس نسوي لنا حفله ولا عزيمه يعني بقصد وشو انه بس هالشكل. لا انا ما يعني ما اهتم فيهم ولا افتكر فيهم وهذا خطا بعد. يقرا عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم. الان كيف عبدت الاصنام؟ يا وقالوا ولا بنسوي سنم وبنعبده؟ لا. كيف عبدت؟ مات فيهم الشريف والعظيم فسووا له الصنم. ومع جيل وجيل وجيل الجيل الخامس الله أعلم أو الجيل السادس عبدوا هذه الأصنام. نعم. إذن اللي عمل الصنم ما كان في نيته أن يعبد. فنفس الشيء أنت نعم القضية الابتعاد عن الدين يأتي خطوة خطوة والتقليد وأخذ المعتقدات اللي عند النصارى تأتي خطوة خطوة لذلك. نعم. أنت تستهين تقول ما فيه شيء الأشيارة يحببون الشيء لك بالبداية ويكون مدى طويل يعني عليك أن يدخلون على المجتمع بشكل بطيء علشان يتقبله لأنهم عندهم الفكرة أن إذا دخلت الفكرة بشكل كامل من البداية راح يتم الرفض وينفرونها الناس. أيوة. فتلقاه يدخل لك الفكرة حبة حبة شوي شوي يبتدي يدخلها في المدرسة يبتدي يدخلها في هذا ويكون يعني الاستراتيجية عنده تكون طويلة المدى لقبولها وهي أصلا بدعة من الأساس أو ما يجوز عندنا. وما في إحنا الله سلمك هم مثلهم هم يعتقدون بأمور يعني أنا أجيب هالإشارة وأقول يعني بس طيب أنت ليش جبتها الوقت وليش جبتها الإشارة هذه ليش ما جبتها في الصيف ليش ما جبتها في وقت ثاني ليش بالذات في هذا الوقت هذا. نعم في الأمور يعني الإنسان المسلم الصادق هي نصيحة أن يتحرى السنة في كل شيء. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير كل شيء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا أنت عمل جميع السنن وعمل جميع الأوامر وعمل جميع الشرائع هذا هو الأصل. أما تبدأ بالسنة بمعصية أو ببدعة أو تنهي السنة بمعصية أو بدعة هذا زين. لا يجوز. نعم زين دكتور احنا تقريبا وصلنا للختام لكن نصيحتك للمشاهدين كيف يستقبلون السنة الجديدة حسب الشريعة الإسلامية؟ الأصل مثل ما قلنا الأصل أن أنت تستقبل يومك. نعم وليس السنة. تستقبل يومك أول ما تقعد الله الحمد لله الحياني بعد أماتني وعليه النشور تحمد الله عز وجل دائما وفي كل حين إن الله عز وجل رزقك الحمد لله اللهم لك الحمد ما رزقتنا وهديتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك تحمد الله عز وجل بالمحابد كلها. لا تنطر لنهاية السنة. نهاية السنة إذن ما عيش نهاية السنة راح. فلذلك الإنسان يستقبل يومه دائما بأذكار الصباح ويختم يومه بأذكار المساء وعنده الأذكار خروج وأذكار
أذكار الدخول وهذه الأذكار، فيذكر الله عز وجل دائما في كل حين، هذا الأصل، ويستغل المواسم الشرعية. أنت الآن إذا عندك موسم ما تخرج من موسم إلا داخل موسم، ما تخرج من موسم إلا داخل موسم، فأنت ما تحتاج أنك تخلي صلاتك وصيامك آخر السنة. نعم. الشيخ عبد الله السادة الداعية والشيخ عبد الله إبراهيم السادة، شكرا لك، استمتعنا بالحوار معك، وإن شاء الله بإذن الله أن مستمعينا اللي كان عنده لبس في أحد المواضيع تفهم من خلال الأجوبة السامية الوفية منك يا دكتور، وشكرا لك. الله يسلمك، ما قصرت دكتور، الله يسلمك، لا تنسانا من دعواتك الوالدين والناضح. الله يسلمكم، إن شاء الله يبارك فيكم. أعزائي المشاهدين، فاصل ونتابع فقرات برنامجنا، ابقوا معنا. نعم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل، والآن نتوقف مع فقرة أخبار محلية سريعة. أعلنت وزارة البيئة والتغيير المناخي عن انطلاق موسم التخييم الشتوي للمناطق الجنوبية سيلين وخور العديد، وذلك بعد تأجيله لإقامة الفعاليات الخاصة بكأس العالم، مع تمديد موسم التخييم الشتوي في المناطق الجنوبية إلى تاريخ 20 مايو 2022. أما في خبرنا التالي، أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن استقبال أكثر من 2700 مراجع من القطريين وغير القطريين في 19 مركزا صحيا خلال عطلة اليوم الوطني، كما قدم مركز الاتصال المجتمعي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية حوالي 103 استشارات طبية إلى المراجعين الذين تواصلوا بدون موعد مسبق مع خط الخدمة 16000. أما خبرنا التالي، تشارك دولة قطر في منتدى طهران الثالث للحوار الذي بدأ أعماله بالعاصمة الإيرانية طهران، ويمثل دولة قطر في المنتدى سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، ويناقش المنتدى التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية للأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم. في موضوع آخر، نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة حفل تخرج ل 122 موظفا وموظفة من الموظفين العاملين في المؤسسة والمراكز التابعة لها، وذلك من البرنامج التدريبي القيادي بصمتي، والذي تم تقديمه من قبل مركز قطر للقيادات. نعم، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدراتها القيادية وتطوير إمكاناتهم الشخصية المهنية من خلال برامج القيادات الوطنية التي يقدمها مركز قطر للقيادات. واستهدف البرنامج الذي تم تقديمه لموظفي المؤسسة ومراكزها الموظفين العاملين في منظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز مواهبهم الوطنية من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والتدريب والتوجيه التنفيذي، وذلك حسب احتياجات المؤسسة. نعم يا حمد، كرمت أيضا في موضوع آخر، كرمت وزارة البلدية موظفيها الذين شاركوا في فعاليات بطولة كأس العالم، وذلك خلال احتفال أقامته في حديقة الريان. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. برعاية وحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، شهدت حديقة الريان تكريم موظفي وزارة البلدية الذين شاركوا في الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم، وذلك لما قدموه من جهود وخدمات ساهمت في إنجاح البطولة. هذه لفتة كريمة، شاهدنا الانطباع من جميع الزوار المونديال بنجاح أو الإشادة بنظافة قطر، وهذا يعني رصيد يضاف إلى وزارة البلدية وإلى الدولة بشكل عام، فيعني الحمد لله على النجاح، وهذا كنوع من التكريم، كنوع من اللي هو مكافأة اللي هو هذا الجهد اللي إحنا نقوم فيه جزء، ونعتبر هذا جزء من واجبنا اللي نقوم فيه تجاه الدولة وتجاه الوزارة.
يذكر أن الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد قامت بإعداد الخطط العامة والمتعلقة بدور الوزارة في فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022، ومن أهمها توفير أكثر من 6000 حاوية بلاستيكية بأنواع وأحجام مختلفة، وكذلك توفير أكثر من 1600 شخص من العمالة المؤقتة والدائمة، إلى جانب أكثر من 300 مركبة ما بين معدة وسيارة، وتجهيز وتوفير 3 محطات ترحيل متنقلة للطوارئ لجمع المخلفات، بجانب خدمة ملاعب كأس العالم 8 لخدمات النظافة العامة والتدوير. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فوز الفريق الطلابي القطري المشارك في النسخة 19 من مسابقة أولمبياد العلوم الدولية للناشئين 2022 في كولومبيا بالميدالية البرونزية. نعم يا حمد، والحديث أكثر عن هذه المشاركة يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو مجموعة من الطلاب المشاركين، وهم عبد الله خليفة العبد الله وخالد فهد وعبد العزيز الحردان. يا هلا ومرحبا فيكم، وبيضت الوجه، وصراحة نشكركم على هذا الإنجاز، وإن شاء الله من أعلى عقبال الذهبية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يوفقكم في الجايات وتأخذون إنجازات بعد أفضل، تأخذون الذهبية نفس ما قال زميلي حمد بإذن الله. يوفقكم إن شاء الله، ما قصرتوا وأسعدتونا ومشرفينا أنتوا والشهادات اللي موجودة قدامكم. خلينا نبدأ مع عبد العزيز الحردان، حدثنا عن هذه المسابقة وتفاصيلها. هالمسابقة مسابقة أولمبياد علوم عالمية. نعم. شارك فيها يمكن تقريبا 320 طالب. نعم. وعبارة عن 3 اختبارات، اختبار اختيار متعدد، اختبار مقالي، واختبار عملي. اختبارت في أي مادة بالتحديد؟ في العلوم بالتحديد ولا مثلا في الفيزياء والكيمياء؟ كل أمور العلوم، كل مواد العلوم، الفيزياء والكيمياء. نعم. والأحياء. ممتاز. فكمل الله يسلمك. فكان في اختبار إيش؟ اختبار اختيار متعدد. ممتاز. واختبار مقالي، وأخيرا اختبار العملي اللي يكونون كل 3 مع بعض. 3 اللي هو أنتو ولا 3 كانوا ويان واحد ثاني؟ زين، الله يحفظه إن شاء الله. من هو اللي كان معك؟ كان معي خالد فهد وعبد الله عبد الله طارق. عبد الله طارق، مسك الله بالخير، ومفروض أنك تكون معنا لكن إن شاء الله الجاية تكون أكثر. زين، كم مدة الاختبار؟ شو الصعوبة اللي حصلتها؟ كيف قدرت تتجاوز يعني هيبة المكان وإنك مسافر ومشارك في هذه المسابقة العالمية؟ والله الاختبارات كانت وايد صعبة الصراحة، لأن يعني هي مسابقة كبيرة وعالمية ووايد ناس مشاركين. أول اختبار هو الاختبار اختيار متعدد. نعم. كان 3 ساعات. 3 ساعات اختيار متعدد؟ أي. ما شاء الله. زين. واختبار مقالي كان 4 ساعات. متواصل ولا في بينها بريك؟ لا هو كل اختبار يوم. يوم، ممتاز. أي. أوكي، والاختبار الثالث؟ كم يوم؟ هو كل اختبار في يوم. زين، كم يوم تميتوا هناك تقريباً؟ تمينا يمكن 12 يوم 13 يوم. ما شاء الله. أنه يكون يوم اختبار يوم طلعة، يوم اختبار يوم طلعة. ممتاز. يعني بعد قدرنا نشوف الدولة. والنتائج متى كانت؟ النتائج كانت في آخر يوم. عقب الاختبار ولا كان يوم راحة؟ أي احتفال يوم راحة. زين. نعم. توقعت أنك بتجيب الصراحة؟ خليك صريح. لا. هي أنت الحين أخذتها تستاهل الحمد لله. لكن كنت متوقع أي مركز تقريباً؟ كنت أنا يا أما البرونزية أو ولا شيء. الله يوفقك. نعم. الحمد لله جبتها وما قصرت. عبد الله خليفة. نعم. شلون كانت استعداداتك قبل لا تسافر؟ أو شلون وصلك الخبر أنك راح تشارك برا؟ عرفت تمثل قطر يعني في نفس هذه المسابقة؟ عبد الله خليفة ولا أنا؟ عبد الله خليفة. عبد الله هذا عبد الله. نعم. الشهادات أنا كل واحد حط شهادة قدام فأمشي عليهم. أنا قاعد أشوف شهادة. لا هذا عبد الله. عبد الله. والله وصل لي الخبر أول شيء يوم أنا قمت الصبح بطل جوالي، اللي كلمني أستاذ من أساتذة في المدرسة وقال لي أنت والله راح تشارك مسابقة أولمبياد العلوم. تمام. وبس يعني يوم وصلها الخبر رحت أسأل عن الاختبار وبحثت عنها وتعرفت على الاختبار، وبعدها نظمت الوزارة يعني تدريبات بشكل يومي وبس يعني تدربنا. على أي أساس اختاروك؟ يعني في تصفيات، في اختبارات، في مدرسة عندك، يعني أمور كثيرة علشان يتم اختيارك تمثل قطر. نعم. أولا جابوا يعني من أفضل طلاب من كل مدرسة يختارون. طيب. على حسب الدرجات والنسب اللي احنا جايبينها. طيب. وبس بعد ما يختارون
يسوون اختبار اول محل يعني داخل المدرسه بس الكتروني، وبعدها يختارون الطلاب اللي نجحوا في الاختبار ويودونهم اختبار ثاني في مبنى وزاره التعليم. نعم. او مبنى يعني مش عارف والله شو بس وزارة. وبس يعني نسوي اختبار بعد ثاني الكتروني. ايه؟ وبعد ما خلص الاختبار يختارون طلاب، بعد ما يختارون طلاب 25 طالب اختاروا. نعم. خلاص يعني اخر شيء كان 25 طالب، وبعدها دربونا تدريب. تمام. في مدرسه الله طالع العلوم والتكنولوجيا كان في تدريب هناك. نعم. ويوم دربونا وخلصنا سوينا اختبار ثاني داخل المدرسه بعد التدريب، بعد التدريبات وبس خطروا 6 طلاب اللي نجحوا في الاختبار. نعم. كلكم نفس المدرسه ولا مدارس مختلفه؟ احنا الثلاث ايه من نفس المدرسه. اللي هي اي مدرسه؟ قطر العلوم والتكنولوجيا. الله يوفقكم ان شاء الله، وما قصرت وقصر المدراء اكيد، المدير قصدي والمدرسين الموجودين حتى المشرف على عليكم. خالد، يعني هل الاختبارات اللي انتم قدمتوها اللي ذكرها زميلك اخوك عبد الله نفس الاختبارات اللي كانت في كولومبيا، ولا في اختلاف بسيط، ولا نفسها؟ يعني اقصد في الطريقه، ان الطريقة. اختيار متعدد، مقالي كذا، ولا كانت يعني اصعب اللي كانت هنا؟ الاختبارات كانت تاخذون انواع من الاسئله القديمه واسئله هم مخترعين حق اختبارات المحلي. اي. وكانوا يختبرونا على الاساس ان العلم اللي كنا مكتسبينها من قبل، يعني على صف 9-10 تكون المعلومات اللي انت اكتسبتها بهالايام يختبروك على هالموضوع. نعم. وبعدين بس بالاختبار النهائي كانوا اعطونا معلومات و يعني مهارات ما بتحصل في المدارس العاديه. نعم. فيعني اختبرونا على اشياء جديده ومعلومات ومعرفات جديده، والحمد لله قدرنا يعني نستخدمهم والحمد لله. بس ما كان في عملي في الاختبار اللي في الدوحه. اي ما كان في عملي. اي الله يوفقكم ان شاء الله. احنا مستمرين معاكم، لكن نطلع مع مشاهدينا الكرام فاصل ونعود بعدها لمتابعه حلقه الليله. ابقوا معنا. نعم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. نعود إلى ضيوفنا في الاستوديو، الطلاب الحائزون على الميدالية البرونزية في النسخة 19 من مسابقة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2022 في كولومبيا، اللي هما عبد الله خليفة العبد الله وخالد فهد وعبد العزيز الحردان. خلونا شوي نتعمق في الأسئلة ونتكلم عن كم فريق مشارك معكم في هذه البطولة. في حدود شيء والأربعين فريق. نعم. أيوة. يعني خلنا نقول أكثر من 40 فريق. أيوة. مشارك معاكم. هل هناك فرق متوقعين لها أنها تكون من ضمن الأوائل، ولا كان يعني الوضع كله متقارب؟ لا، إن في بعض الفرق دائما يحصلون على ميداليات ذهبية مثل الهند والبرازيل. يعني، أي. يعني نفس هذه الدول يعني معروفة في هذه الأولمبيات أنها أي. يعني لها باع كبير أنها تأخذ الذهبية والبرونزية أو الفضية. زين، من كان الفريق اللي ينافسكم أو كنتم متوقعين منه المنافسة؟ والله جميع الأفرقة، يعني لأن كان في وايد أفرقة. نعم. فكنا إحنا نحاول يعني نمثل دول أحسن تمثيل ونكون أحسن دولة، يعني نحصل. نعم. على وايد ميداليات. الله يوفقكم ان شاء الله وبيض الله وجهكم، وما قصرتوا على كل حال. عبد العزيز، في ايش بالتحديد يعني خلينا نقول الاختبارات اللي قدمتها؟ هل هي في الاحياء، في الفيزياء، في الكيمياء بالتحديد؟ هي بشكل عام العلوم، لكن يعني تخصصك انت بالتحديد في وشو؟ حمد، بس قبل لا يجاوب، هذه صور حيه يشوفونها مشاهدينا الكرام للفريق المشارك هناك في كولومبيا. بصراحه أثلجت سنونا، وهذه صور جميلة معبرة يعني لكم. تفضل، عندك الجواب. هو اختبارات المقالي والاختيار متعدد لازم أصلا أن نحل يعني كل الأسئلة، فيزياء وكيمياء وأحياء. أما اختبار العملي لأن احنا فريق كل واحد يمسك قسم. أنا مسكت قسم الأحياء. ولا مادة؟ مادة. أوكي. أنا مسكت الأحياء. أي. وسويتها يعني الحمد لله. الحمد لله. يعني أنت تشوف نفسك أنك في الأحياء ما يحتاج، اعطوني الاحياء وانا اكملكم باقي كل شيء. زين، من اللي كان ماسك المواد الثانيه؟ خالد فهد كان ماسك الفيزياء. نعم. وعبد الله طارق كان ماسك الكيمياء. نعم. عبد الله اشوفه قبل شوي كاشخ هناك.
عبد الله طارق اللي كان ماسك الكيمياء صح؟ أي. بس انا كنت في فريق ثاني، احنا كنا 6 طلاب. انا اتكلم على الصوره، كنت كاشف. الصوره شكرا. الله يوفقك خالد. زين، نبغى نعرف مشاركتك انت، كانت في اي قسم او في اي مجال؟ والله انا في كل ماده في العملي يعني عادي، عندي اقدر اشتغل واسوي، وبس شاركت انا في كيمياء، فلان انا يعني انا والفرق اللي انا كنت وياه قسمنا العمل على بعض وتدربت اكثر شيء على الكيمياء. على الكيمياء لانه لا ما دربنا يعني اكثر شيء على الكيمياء، هو دربنا على كل شيء يعني نفس شيء نفس الوقت نفس يعني كل شيء الحمد لله، بس انه هو على حسب يعني الطالب ومهارته في الماده. يعني شفت ان كيمياء انسب لي لان هالشيء يعني شلون اشرح لك، يعني كان شيء انا ركزت فيه في التدريب. ايوه بتبدأ شيء. ايوه ببدأ هو الطالب اذا حب الماده وحب الشيء مهما كان يبدع فيه. صح، يعني اي شيء انت تحبه راح تخلص له وراح تراجع وراح تدرس راح توصل الى الهدف اللي تبغيه. صح، وهذا الصح. مفروض على اساس ما يكون الانسان او الطالب متشتت، يركز على تخصص معين او ماده معينه وراح يبدع فيها. فانت تشوف انك بدعت في الكيمياء. ايوه. خالد انا شاركت بالجزء الفيزياء، وفي الجزء الفيزياء كان يتطلب مهارات بالكهرباء، وكنا يعني نستخدم شيء اللي هو المولتيميتر، وكان في جزء في البداية كان محذوف اللي هو تصنع بنفسك اللي هو السيركت، وبعدين كنت لازم تتعود انك تقيس قوة الريزيستنس وهاي. وعلى كان منهج الاختبار الجزء الفيزياء على هالمسار، والحمد لله كان فيزياء مادة حلوة لأن فيزياء تعمقت، يعني قدرت تخلط بين مادة الفيزياء ومادة الأحياء. فيعني كانت اللي يتكلمون عنها الجزء اللي الفيزياء يقول لك أن الإذن أن الخشم فيها مثل قدرة أنك تحس برائحات غير. وقدروا يشبكونه برسمة سيركت ما شاء الله، وهاي قدرنا وهاي كان على مسار. ليش اخترت الفيزياء بالذات؟ ليش اخترت الفيزياء؟ أو أنت تحب مادة الفيزياء يعني؟ جدا أحب مادة الفيزياء، وإن شاء الله لو قدرت بشارك بأولمبياد الفيزياء. وهذا اللي إحنا بنسألك عنه الحين، قبل لا تقولنا مشاركاتكم الجاية، شو اللي استفدته من هالمسابقة؟ شو استفدته؟ أول شيء يعني اكتسبنا علم غير طبيعي، ويعني ما شاء الله الحين يعني لو سألنا أي أسئلة عن أي مادة نقدر نجاوب بكل سهولة. وبعدين اكتسبنا مهارات اكتساب العلم. فأنا الحين بعد ما قدرنا نتعلم كل هالمنهج، لما نروح حد ونتعلم شيء جديد نعرف كيف نتعلم هالمادة يعني، والطريقة اللي تعلم يعني ما شاء الله كل شيء تمام. وبعدين للحين احنا لما نبي نتخصص مادة أحياء، مادة كيمياء، مادة فيزياء، لأن احنا اكتسبنا هالعلم بيكون المسار أسهل لنا. زين، الله يوفقكم. عبد العزيز، نعم. نفس السؤال اوجه لك اياه وبسالك عنه بعد. شو اللي استفدت من هالمسابقه؟ انت رايح عندك فكره معينه بتشارك فيها. أي. لكن شفت ناس ثانيين شلون يتعاملون مع الاختبارات. أي. مع الاشياء اللي تحتاج عملي والاشياء هذه، فتلاقي الافاق عندك انفتحت بزياده. فشو اللي استفدت من هذه المسابقه؟ والله استفدت انا وايد اشياء، يعني بالذات يعني اعتماد على النفس، لان ما كان في حد ويانا في الفندق من المشرفين قطر، بس كان هناك في مشرفين ثانيين، وبعد قدرت اتبادل ثقافات واتكلم مع وايد ناس. نعم. ويعني الحمد لله استانست وايد. الله يوفقك ان شاء الله. وبالنسبه لك؟ والله المسابقه يعني تعلمت منها اشياء وايد، مو بس من ناحيه الدراسه، بعد مثل ما قال عبد العزيز من ناحيه يعني ثقافه مثل البلدان الثانيه، حتى تبادلنا عملات. يعني كان ويانا المشرف، كان يشرف علينا احنا، يعني احنا دولة قطر واندونيسيا، وبس بدلت عملات وياهم واعطوني عملة اندونيسيا ما ادري ايش اسمها والله بالضبط، واعطيتهم انا. ما يصير تبادلت معهم ما سويت سيرش عادي. يعني عادي مانات، هي العملة مالتها المانات يسمونها، ما ادري اسمها اذا ما خلتني الذاكرة. هو ترى بشكل عام ترى الانسان اذا شارك في اي مسابقة يعني لابد انها تصير له اخطاء، ولازم يتعلم من اخطائه. انتم اكيد كانت عندكم نقول اخطاء بسيطه. نعم. لازم تتعلمون منها على اساس اذا شاركتوا في المستقبل باذن الله تعالى كنت تحضيركم تتجاوزون هذه الاخطاء ان شاء الله. نعم. ونشوفكم لابسين ميداليه ذهبيه بدل برونزيه ان شاء الله تعالى. حمد، الحين احنا نبي نعرف هذه اول مشاركه لكم ولا؟
أول مشاركة وتأخذ المركز الثالث، ترى هذا بحد ذاته إنجاز. تقدر تسألك اللي يدوم خبره للمشاركين، ترى الطريق مش سهل ناس ما كل الناس عارفه، ترى الطريق صعب انك تبتين المركز الثالث، هذا انجاز بحد ذاته. ونتمنى لكم التوفيق في المره الجايه. عندكم مشاركات جايه الفتره القادمه؟ ان شاء الله انا بشارك في الانبياد الاحياء اللي بيكون في الامارات ان شاء الله. نعم، متى بالضبط؟ شهر 7. شهر 7 القادم. نعم. حمد، نعم، انا ودي اكيد عندكم شكر تبغون توجهون حق المشرفين او اللي ساعدوكم. نعم، في كل واحد فيكم الوزارة. اللي حاب انه يقول يشكر شخص ساعده بالكلمة عندكم، خلينا نبدأ منك عبد العزيز. أنا أود أشكر أول شيء مدرسة قطر علوم التكنولوجيا مدرستي، وجميع الأساتذة اللي درسونا، أستاذ أحمد، أستاذ وجدان، أستاذ مروة، وأستاذ رشا، وأكيد أستاذ سيد، وأستاذ شريف، وأستاذ محمد، وأستاذ صالح، وبعد أمي وأبوي قالوا لي أشكرهم. الله يحفظهم، يستاهلون يستاهلون والله يخليه لكم إن شاء الله ويبارك فيه إن شاء الله، وهم اللي جابوك وربوك على أساس توصل لهالمستوى وتكون قاعد عندنا في قناة الرياض. ما نسيت حد من المدرسين؟ لا الحمد لله، إن شاء الله ما نسيت حد من ربعك كان يشجع اللي كان اللي وياي الصراحة، كلهم ساعدوني والله. نفس المدرسين تشكرون أنتم؟ أيوه. وبعد غيرهم والديكم؟ أهلنا، إيه طبعا. عندك يا خالد؟ لا، أشكر أهلي، أشكر كل واحد ويانا في المسابقة من المدرسين، وبعد القايد اللي ساعدنا لما كنا قاعدين نستكشف كولومبيا، وبعد الطلاب اللي شارك ويانا، يعني عبد العزيز، عبد الله طارق، كل واحد الحمد لله يعني كفريق تعاملنا، ويعني كلنا ونسنا على نفسنا السفرة يعني. الحمد لله. عبد الله، والله يعني الحمد لله، يعني أول شيء بشكر يعني أهم شيء يعني سمو الأمير الوالد وسمو الأمير نفسه على يعني أعطونا هالفرصة، كانت متاحة لنا لكل الطلاب، والحمد لله يعني هالمسابقة يعني استفدنا منها وايد، ويعني أشكر كل الشعب القطري كامل. يلا والدي، اي والله والدي اهم شيء، شكرناهم يوم قال عبد العزيز. صح، ترى يمكن هاوشون ولا تنسى الكل الا والديك، الله يحفظكم ان شاء الله جميع. ان شاء الله. نعم، بيض الله وجهكم. عبد الله خليفه عبد الله، نعم، وكذلك خالد فهد وعبد العزيز الحردان، شكرا لوجودكم معنا في برنامج ترحيب، وبيض الله وجهكم، ومنها الى اعلى باذن الله تعالى، وباذن الله تعالى المره الجايه تلبسون ميداليات الذهبيه ان شاء الله تعالى. ما قصرت، شكرا لكم، وقطر تستحق الافضل من ابنائها يا حمد. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ونصل إلى ختام حلقة الليلة، فما الله.